الولايات المتحدة الأمريكية سربت تقريرا خطيرا للغاية متعلق بتحركات إيرانية مستمرة من أجل الانتقام لعملية الاغتيال التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020 وتحديدا في مطار بغداد ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وهذا التقرير تحصلت عليه وكالة ياهو نيوز بشكل حصري، ونشرت أساسا الياهو نيوز هذا التقرير الاستخباري الذي ترونه بهذا الشكل بهذه الطريقة وبهذه البساطة. وإذا ما اقتربنا من الشريط الأصفر الموجود في هذا التقرير سنلاحظ بأنه not for public release، أي بما معنى هو ليس للنشر العام، هو سري، هو خاص تماما. وهذا ما ثبتته الياهو نيوز من تفاصيل موجودة قادمة من هذا التقرير الذي نشرته بكل تأكيد بشكل حصري. قالت الآتي: من المحتمل أن تنظر إيران إلى قتل أو محاكمة مسؤول أمريكي تعتبره معادلا في رتبته ومكانته لسليماني أو مسؤولا عن وفاته على أنها أعمال انتقامية ناجحة. هذا يعني بأن إيران لن تكتفي فقط لتهديداتها لأبرز الشخصيات في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. طبعا دونالد ترامب هو واحد من الشخصيات المهددة، فرانك ماكنزي قائد القيادة المركزية الوسطى السابق والذي أساسا تمت عملية الاغتيال تحت إشرافه تماما ضد قاسم سليماني ومايك بومبيو وكذلك براين هوك. لن يكون هؤلاء الأشخاص فقط أو أشخاص آخرين مضافين إلى هؤلاء الأشخاص هم الذين تبحث عنهم إيران، قد تبحث عن سفير، قد تبحث عن أي رتبة عسكرية أو دبلوماسية ممكن أن تستغلها بشكل مباشر. هذا التقرير إذا ما عدنا إليه فإن التاريخ الذي صدر به التقرير هو لم يكن يوم أمس أو قبل يومين أو قبل أسبوع، لا أبدا. بالاقتراب من هذه النقطة التي ترونها وهي غير واضحة، ولكن لمن يركز عليها سيلاحظ بأنها توضح بأن في 16 من يونيو من هذا العام تحديدا صدر هذا التقرير الذي نتحدث عنه. وهذا يعني بأن هذا التقرير قد صدر بعد يومين فقط من إعلان البيت الأبيض عن الزيارة الرسمية التي الآن يتواجد فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، صدرت طبعا في 14 من يونيو. واضح تحدثت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيذهب إلى الشرق الأوسط، واحدة الزيارات المهمة التي سيقوم فيها هي ستكون طبعا إلى المملكة العربية السعودية بشكل مباشر. الحرس الثوري الإيراني ومسألة الحرس الثوري الإيراني تحدث عنها أساسا الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة قبل توجهه إلى الشرق الأوسط. تحدث، وهذه إحدى اللقطات من هذه المقابلة التي ترونها بهذا الشكل، الرجل كان واضحا عن مسألة الحرس الثوري الإيراني وقال بأنه لن يرفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب حتى لو كان هذا الأمر يؤدي إلى فشل المفاوضات النووية والعودة إلى الاتفاقية النووية. على إيران أن تنسى هذا الأمر تماما، وبالتالي أن الكرة، وكما تحدث الرئيس الأمريكي، أن الكرة هي في ملعب إيران. خذي يا إيران هذا الاتفاق واستفيدي من الاتفاق المطروح على الطاولة، ولن يكون وليس لدينا أي شيء آخر نقدمه من تنازلات. خلاص انتهى الاتفاق على هذه المسألة. إن لم ينجح هذا الاتفاق والعودة للاتفاقية النووية بلغة أخرى فإن هذا يعني بقاء العقوبات، وقد تزداد هذه العقوبات على إيران بشكل مكثف للغاية. أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني كان لديه تصريحات مثيرة للغاية للصحافة الإيطالية. هو أيضا قال بالنسبة إلينا: نحن تحدثنا مع الولايات المتحدة الأمريكية وقلنا لهم بأننا لا نريد الآن رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، سنناقش هذا الأمر فيما بعد. مسألة القوائم السوداء والقوائم التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية كعقوبات للحرس الثوري الإيراني هذه ستكون أمور نتحدث عنها فيما بعد. نحن نتحدث من ضمن الاتفاق النووي، وبأن ما نريده هو أن تستفيد الشركات الإيرانية من الفوائد الاقتصادية القادمة من الاتفاق النووي لشركاتنا. وهنالك سبب مهم بالنسبة إليهم وتحدث عنه طبعا وزير الخارجية الإيراني، بأن الشركات المهمة للغاية الأوروبية عندما ستأتي بعد النجاح للعودة للاتفاقية النووية ستبحث عن تحقيق صفقات واتفاقيات بطبيعة الحال مع الشركات الإيرانية. على هذا الأساس الشركات الإيرانية يجب أن تكون في موقع مادي ومالي جيد حتى على المستوى القانوني، من أجل أن تكون هنالك وأن يكون هنالك اطمئنانا ليس فقط
الشركات الإيرانية للعمل، وإنما أيضا للشركات الأوروبية بأنها ستستقر وستستثمر بشكل كبير في الداخل الإيراني. هذا هو الطلب الإيراني ببساطة بحسب كلام وزير الخارجية الإيرانية اليوم. ولكن هنالك مسألة مثيرة يا ترى. السؤال هنا، ما هي الشركات التي يتحدث عنها هنا وزير الخارجية الإيراني؟ هذا الأمر أصبح واضحا الشهر الماضي من قبل الميدل إيست آي التي قالت فعلا بأن إيران استغنت وتخلت عن مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، ولكن هي ذهبت إلى قضية أهم وأكبر، ألا وهي بأن إيران الآن هي لا تريد كما تحدثنا الحرس الثوري الإيراني أن يرفع من قوائم الإرهاب، ولكنها تريد كبرى شركات الحرس الثوري الإيراني وهي خاتم الأنبياء أن يتم رفعها من قوائم الإرهاب. وهذه طبعا الشركة هي تعتبر بحسب هذه التقارير الغربية الكثيرة وتقارير كثيرة قادمة من العديد من المراكز بأنها الذراع الاقتصادي لإيران. كل أموال أو الذراع الاقتصادي عفوا للحرس الثوري الإيراني، كل أموال الحرس الثوري الإيراني موجودة في هذه الشركة وشركات أخرى. وبالتالي ميدل إيست آي بريطانيا وبمصادر بريطانية وضحت أن هذه الشركة مع عدد من الشركات هو الطلب الرئيسي بالنسبة لإيران، ارفعوها من قوائم الإرهاب، لا داعي لأن نرفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب، وسنعود ببساطة إلى هذا الاتفاق النووي ولن تكون هنالك مشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلق على هذه المسألة التي تحدثت عنها الميدل إيست آي البريطانية أبدا، وبالتالي لا زال الطريق مفتوحا فعلا لهذه المسألة. هل هي مرفوضة؟ هل هي مقبولة؟ هذا ليس واضحا حتى هذه اللحظة، ولكن الضغط على إيران كبير للغاية في مسألة المفاوضات النووية وتحديدا على مسألة القنبلة النووية التي على ما يبدو من خلال التطبيق لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% والتخصيب قد وصل إلى منشأة فوردو النووية الإيرانية أيضا بنسبة 20% وممكن أن ترتفع إلى أكثر من ذلك. الواضح من التطبيق أن إيران قد تمتلك القدرة للوصول إلى القنبلة النووية. هنالك ضغط آخر اليوم كان قادما من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن عند توقيعه في إسرائيل على إعلان مشترك في اتفاقية طبعا بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هنالك جزئية مهمة جدا متعلقة بالقنبلة النووية ثبتها بيان رسمي قادم من البيت الأبيض اليوم، قال عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن واشنطن مستعدة لاستخدام كل عناصر قوتها الوطنية لضمان تلك النتيجة. باختصار سنضرب المفاعلات والمنشآت النووية إن حاولت إيران الوصول إلى القنبلة النووية بكل تأكيد وبأي شكل من الأشكال. المشكلة التي واجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإن كانت الأبواب لا زالت مفتوحة للعودة إلى هذه الاتفاقية النووية، إلا أن الأوساط الأمريكية ترى بأن من المفترض على الرئيس الأمريكي أن ينهي مسألة المفاوضات. المفاوضات الآن قتلت ولم يعد لها طريق للنجاح أبدا. على سبيل المثال بوبي غوش أحد أهم المختصين في السياسات الخارجية الأمريكية وضح على بلومبرغ الأمريكية كما ترون بهذا الشكل يوم أمس، قال على الرئيس الأمريكي جو بايدن عند وصوله إلى الشرق الأوسط أن يستغل هذه الزيارة بإعلانه عن فشل المفاوضات النووية والعودة للاتفاقية النووية، بل إن مسؤولا دوليا كبيرا صرح إلى الفاينانشال تايمز لماذا أن مسألة العودة للاتفاقية الآن هي عبارة عن صفقة خاسرة وليست صفقة رابحة، وهذا ما قاله هذا المسؤول. لقد نفد الوقت على خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن الضروري الضغط على إيران. العودة إلى خطة العمل المشتركة أو المشتركة الشاملة هي حل قصير الأجل بفوائد قليلة جدا والعديد من العيوب. لا فائدة، الضرر أكثر من الفائدة بالنسبة إلينا، وهذه طبعا تسبب مشكلة للرئيس الأمريكي جو بايدن. ففشل المفاوضات النووية والعودة للاتفاق النووي هي لا تعني أن هنالك خطر فقط لإيران بأنها تتقدم إلى القنبلة النووية على سبيل المثال أو القدرة للوصول إلى القنبلة النووية، ولا تعني فقط بأن مسألة الحرس الثوري الإيراني ستزداد خطورة في المنطقة عن طريق فصائلها المسلحة في كل مكان حتى للحوثيين وليس فقط في العراق وفي سوريا أو حتى مسائل نقل السلاحي إلى سوريا ثم إلى حزب الله اللبناني. لا أبدا، المشكلة أن الرئيس الأمريكي يبحث عن مصادر للطاقة. فشل المفاوضات، فشل الحصول على طاقة الإيرانية المهمة التي ممكن أن تكون مفيدة في هذه الظروف الصعبة الاقتصادية التي تمر فيها أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خطير للغاية. وكذلك هذه تأتي في ظل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن
حتى هذه اللحظة ليس هنالك تأكيدا أو ثقة كاملة بأن المملكة العربية السعودية ستساعده في عملية تصدير أو تصدير النفط أو ضخ المزيد من الطاقة والنفط في السوق من أجل مساعدة العالم، الدول الأوروبية، الولايات المتحدة الأمريكية في المعاناة الاقتصادية التي يعانوها. وهذا بالإضافة إلى أن إيران مستعدة لضرب مصادر الطاقة أينما وجدت، مثلا مثل ما شهدنا على سبيل المثال في الأشهر الماضية وتحديدا في مارس، عندما كانت هنالك مارس الماضي عندما كانت هنالك ضربات صاروخية إيرانية واضحة تبناها الحرس الثوري الإيراني على إقليم كردستان، متحدية طبعا مجموعة كار ورئيس مجموعة كار لي طبعا الطاقة. كانت هنالك ضربات واضحة جدا، كانت هنالك طائرات مسيرة وضربات صاروخية تعرضت لديها لها المنشآت بعد توقيع أربيل وتحديدا هذه المجموعة التي نتحدث عنها مع تركيا لتصدير الغاز إلى تركيا ثم إلى أوروبا. إيران لا تريد ذلك، أنتم ستعتمدون علينا في العراق، وبالتالي الواضح ليس هنالك مصادر للطاقة ممكن أن يعتمد عليها الرئيس الأمريكي بأي شكل من الأشكال. وهذه تعتبر قضية خطيرة بل مرعبة للغاية على الرئيس الأمريكي جو بايدن. لماذا؟ لأن اليوم كان هنالك إعلانا كبيرا للغاية قادما من الداخل الأمريكي عن طبيعة التضخم وأين وصل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. بحسب التريدينج إيكونومكس التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 9.1% في ارتفاع جديد للتضخم، والتضخم هنا يعني بأن الأمور أصبحت باهظة الثمن، أصبح الأمور غالية، أصبحت غالية على المواطنين والعاملين والأسر الأمريكية في الداخل الأمريكي. فالارتفاع يأتي من 8.6% إلى 9.1%. هذا الارتفاع هو وصف بأنه الارتفاع ووتيرة الارتفاع هي الأسرع على الإطلاق منذ نوفمبر عام 1981. لاحظ كيف أن الأمور أصبحت سيئة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في ظل استمرار أزمة الطاقة التي تعاني منها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل أن أيضا أسعار البنزين الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التقارير الجديدة التي أيضا وثقتها التريدينج إيكونومكس قد ارتفعت بنسبة 11.2% على الأقل خلال الشهر الماضي في شهر يونيو. وهذا يعني بأن هنالك مشكلة في ازدياد أسعار الطاقة. أسعار الطاقة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية السنوية قد ازدادت بشكل عام إلى درجة أنها أصبحت أعلى من أي فترة مضى منذ عام 1980، منذ تحديدا أبريل 1980 لم تصل إلى هذه النسبة التي نتحدث عنها من الارتفاع السنوي للطاقة، والتي وصلت ووثقتها طبعا بنسبة 59.9% على المستوى السنوي طبعا لزيادة أسعار الطاقة. كذلك الأمر هو لا يخص فقط الولايات المتحدة الأمريكية، لا أبدا، بل إن الأمر أيضا يخص أوروبا. فاليورو صدق أو لا تصدق سقط سقطة واحدة مع ما يجري من أزمة الطاقة. اليورو مقابل الدولار، كان اليورو كما هو معروف هو أقوى من الدولار الأمريكي، لكن لاحظ الهبوط الكبير جدا، أصبح 1:1، يورو 1:1، بحسب الأسعار على الأقل بحسب هذا التصنيف حتى ظهر هذا اليوم. وبالتالي الكل يعاني من الحرب الروسية وما يجري في أوكرانيا بكل تأكيد، وعدم تعاون الخليج العربي في مسائل الطاقة، وعدم وجود طريق للمفاوضات النووية من أجل الاستفادة من الطاقة القادمة من إيران. وهنالك يجب أن ننتبه أن روسيا تمر بالعكس تماما، فإن روسيا الآن هي وصلت إلى مرحلة بدأت تتعافى من عملية التضخم التي عانت منها في الفترة الأخيرة، وكذلك الروبل الروسي تحسن وأصبح أقوى من أي فترات ماضية، بل إن روسيا تتقدم على الأرض، التقدم على الأرض كبير جدا بالنسبة للقوات الروسية في الساعات الماضية. وبحسب العديد من المصادر، واحدة من هذه المصادر التي نتحدث عنها هي معهد دراسات الحرب، فكما تلاحظون هذه هي طبعا شرق أوكرانيا، هنا الأراضي طبعا الروسية التي ترونها، وهذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس التي اعتدنا عليها طوال هذه الحرب. وهنا طبعا لوغانسك، هنا دانييتسك، وهذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانييتسك. القوات الروسية كما هو معروف سيطرت على لوغانسك بالكامل 100%، وبأنها لا زالت تقاتل وتكافح على نسبة 80% في هذه المنطقة. هذه النسبة قد تغيرت الآن في ظل أنها تتقدم بشكل كبير بهذه الاتجاهات التي ترونها ساعية للسيطرة على هذه المنطقة الوسطية التي تمثل سلوفيانسك وكذلك كراماتورسك. دعونا نقترب من هذه المنطقة التي جاءت عليها تحديثات مهمة جدا ثبتت
من قبل ساوث فرونت اليوم طبعا في الساعات الماضية، وبالتالي بالتوقف هنا بهذا الاتجاه. ولكي نفهم فإن هنا طبعا سلوفيانسك، وهنا كراماتورسك، وهنا سيفريسك التي ترونها، وكذلك هنا سوليدار، وهنا باخموت. القوات الأوكرانية بعد عملية السيطرة للقوات الروسية التي جاءت بهذا الاتجاه، هذه هي الحدود طبعا التي تفصل دانييتسك عن لوغانسك. القوات الروسية هي ضاغطة بشكل كبير بهذه الاتجاهات التي ترونها، وهي تضغط على جميع هذه النقاط التي ترونها. بكل تأكيد القوات الأوكرانية شكلت خطا دفاعيا قويا في الأيام الماضية ومنذ عملية سيطرة القوات الروسية على مدينة لوغانسك، وكذلك هي شكلت خطا قويا هنا يأتي حتى وصوله وحتى نقطة سيفريسكي دونتس أو سيفريسكي دونتس، وهو النهر المهم جدا الذي يأتي بهذا الاتجاه الذي ترونه. بالتالي خط دفاعي قوي، خط دفاعي قوي، والقوات الروسية طبعا هي تحاول وتخطط من خلال التحركات على الأرض. وبحسب التفاصيل القادمة طبعا من معهد دراسات الحرب، وضحت بأن القوات الروسية تبحث عن السيطرة على سيفريسك، وكذلك على هذه المنطقة سوليدار، وكذلك على باخموت كأهداف وكنقاط نسيطر عليها، وثم نتقدم إلى هذه المنطقة التي ترونها وهي سلوفيانسك وكراماتورسك. والأساس في هذه العملية هي السيطرة على كراماتورسك. السيطرة على كراماتورسك بعد سلوفيانسك وأخذ هذه النقاط سيعني انتصارا وانتهاء تماما، وستنتهي الأمور في دانييتسك وسيعلنونها كجمهورية كما هو الحال بالنسبة إلى لوغانسك. بكل تأكيد التفاصيل القادمة من ساوث فرونت أكدت في الساعات الماضية القوات الروسية رغم كل المقاومة الأوكرانية وهذا الخط الدفاعي الذي نتحدث عنه، تمكنت القوات الروسية من السيطرة ودخول سيفريسك بهذا الاتجاه وسيطرت عليها بالتمام والكمال، بل إنها أيضا تقدمت إلى هذه المنطقة التي ترونها وهي سوليدار وسيطرت عليها. وأخيرا بعد الكثير من الضغوط، بل كان هنالك أيضا تقدما كبيرا يأتي باتجاه باخموت بهذا الاتجاه. دعونا نقترب من هذه المنطقة المهمة للغاية والاستراتيجية التي قاتلت القوات الروسية كثيرا في هذه المنطقة، وبالتالي عند الاقتراب من هذه المنطقة تحديدا كما نلاحظ هنا إلى باخموت بهذا الاتجاه. لنتوقف هنا قليلا ونركز على هذه المنطقة هنا كما تلاحظون، هذه هي باخموت، وهذه منطقة كما تلاحظون بهذا الاتجاه كان هنالك تطورا كبيرا اتجاهها بالنسبة للقوات الروسية. طبعا هي تقدمت في الفترات وفي الأيام وفي الأسابيع الماضية إلى هذه المنطقة وسيطرت عليها تماما، وهي منطقة مهمة جدا، وقد سيطرت ووصلت سيطرتها إلى هذا الاتجاه. الآن الأمر الذي يأتي جديدا بأن القوات الروسية اقتربت وسيطرت على هذه المناطق الموجودة بهذا الاتجاه، وأصبحت على مسافة ما يقارب 2.5 كيلومترا أو أقل للدخول إلى باخموت، وبالتالي إنهاء النقطة الثالثة والمهمة. وعلى هذا الأساس لم يبقى إلا المقاومة في سلوفيانسك وكراماتورسك، وبالتالي القوات الروسية فعلا تتقدم وتتقدم بشكل كبير في ظل ضغوط عالية تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية. وتظل الأسئلة طبعا مطروحة حول كيف ستتطور الأمور، وهل الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجد طرقا للخلاص من المصاعب التي تحدثنا عنها.